احنا بنشتغل مع شريكنا في العراق هنا، هو كاريتاس العراق، بنعمل استجابة سريعة لحالات الطوارئ اللي نشأت من أول شهر يونيو لغاية دلوقتي. كنا شغالين طبعا مع كاريتاس العراق قبل كده في مشروعات كتيرة، خاصة مع اللاجئين السوريين وخلافهم اللي موجودين في الشمال العراق تحديدا. لكن طبعا الكارثة الإنسانية اللي حصلت من أول يونيو لحد دلوقتي والتهجير بالأعداد الضخمة اللي حصل احتاج تدخل من كاريتاس وبصورة كبيرة جدا. فهيئة الإغاثة الكاثوليكية قررت ان هي تحاول تيجي هنا مع كاريتاس العراق ونفتح مكتب برنامج جديد، بحيث ان احنا نقدر نقدم اكبر قدر ممكن من المساعدات في الظروف الصعبة اللي بتمر بها خصوصا الأقليات في الوقت ده. الحقيقة احنا بنشتغل مع أقليات مسيحية والأقلية اليزيدية برضو في نفس الوقت، هم كانوا مستهدفين بصورة واضحة جدا، التهجير اليوم كان بصورة عنيفة جدا. فده العمل اللي احنا بنعمله حاليا مع كاريتاس. طب يعني البرامج بتاعتنا بتستهدف أول حدوث الأزمة ان ندي على طول مواد إغاثة، أو زي الأكل، زي المواد العينية، زي الدواشيك أو المراتب، زي المنتجات الصحية البسيطة، أي حاجة تساعد الأسرة على أن تتأقلم في الظروف الجديدة. مع زيادة وطول فترة الأزمة الاحتياجات بتتغير باختلاف الوقت، فبننقل لنوع تاني من الاحتياجات اللي هو الاحتياجات على المدى المتوسط، ودي بتتمثل في الدعم النفسي عشان اللي تعرض للأزمة سواء كبير أو صغير عانى نفسيا من الموضوع ده، وبتتمثل في احتياج تاني بداية التفكير في مأوى أو في مسكن للناس دي، خصوصا مع العدد الكبير واستمرار النزوح لفترة طويلة. والتعليم، التفكير في التعليم، لأن أي حاجة أنت ممكن تديها زي الفلوس أو المواد العينية أو الأكل هتخلص، لكن التعليم ده المفروض أنه هو اللي بيفضل. طبعا واضح جدا دلوقتي الفصل الشتاء هنا، ودي كانت خبرتنا السنة اللي فاتت برضو، فصل الشتاء هنا بيبقى قارس جدا على الناس اللي ملاش مأوى. فعشان كده الاحتياج الفوري للناس اللي محتاجة دلوقتي هو مأوى، للناس اللي عايشين في إما في الشوارع إما في خيام دول. الحاجة التانية اللي احنا الحاجات اللي احنا بنسميها الوينترايزيشن، أو حاجات مستلزمات فصل الشتاء، من وقود، من ملابس، من أدوات طهي، إلى آخره. فطبعا ده الخطة اللي احنا بنحاول نشتغل عليها دلوقتي. 70% من المضارين من الأزمة أطفال ونساء، ودول بصفة عامة الليفل بتاع الضعف أو الفولنرابيليتي بتاعتهم عالية، فلازم البرامج اللي تتصمم تاخد في الاعتبار الموضوع ده، خصوصا الأطفال، لأن الحالة اللي هم فيها أو حالة الصدمة النفسية من اللي شافوه ومن استمرار تحدث أهليهم في نفس المادة دي هيبقى له آثار كبيرة جدا، و مش عايزين نعلي عندهم النزعة الانتقامية ان هم يفكروا لما يكبروا ان اللي حصل لهم ده حصل لهم بسبب فئة معينة، فيبداوا انهم يفكروا في احداث عنف. فعشان كده هيئة الإغاثة هتبدا حاجة اسمها CFSs، Child Friendly Spaces، او المساحات الصديقة للطفل، بان الطفل حتى في المكان اللي هو فيه بيلاقي متنفس او مكان يمارس فيه اللي بنسميها الأنشطة التعليمية غير رسمية، زي انه يمارس لعبه بيعرف يعملها او يتقن مهاره، او حتى لو كانت حاجات بسيطه جدا بس هتخرجه من الجو اللي هو فيه. الوضع التمويلي معقول لحد دلوقتي، اقدر اقول انه مش طبعا غير كافي، طبعا حجم الكارثه اكبر بكتير حتى من قدره اي جهه انها تلاقي التمويلات المناسبه، لكن الوضع معقول لغايه دلوقتي. جالنا تمويلات من طبعا من مانحين جهات خاصه، متبرعين طبعا من كل انحاء العالم. لسه كنت بتكلم مع ناس من المانيا، من امريكا، من نيوزيلندا، حتى من فرنسا. كل الناس دي بتقدم سواء بالنسبه لكاريتاس العالم مباشره او عن طريق هيئه الاغاثه الكاثوليكيه CRS، بنشتغل مع بعض في ايجاد مصادر تمويليه قدر الامكان للاستجابه للظروف الصعبه، خاصه مع دخول فصل الشتاء.